ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية إلى 4 قتلى، إضافة إلى نحو 21 جريحا حسب الشرطة المحلية. وأفادت الشرطة بأن المسلح الذي شن هذا الهجوم قتل بالرصاص في سينرجي بأوديسا، في إشارة إلى مجمع لدور السينما في المدينة. وقال رئيس بلدية ميدلاند جيري موراليس أن مطلق النار قتلته الشرطة في مرآب سيارات بدار للسينما، وأضاف: نأمل أن يكون هناك مسلح واحد فقط وقد حيدناه.